لاتسيو كما تشاهدون في توجه نحو جماهيرهم القليلة، لأن هذه المباراة كانت أصلا في ملعب روما. مع ذلك كانت المؤازرة حاضرة، قدم لاتسيو مباراة كبيرة، خرج بتعادل رغم النقص العددي، لكن هيرنانديز أضاع فرصة التقدم بهدفين بركلة جزاء كانت ضائعة كما تابعنا في الشوط الثاني من هذه المباراة. فرحة كبيرة كما يبدو من لاعبي وجمهور روما على هذا التعادل. الهدف الأول في هذا اللقاء جاء في الدقيقة 16، أحد أبرز وأجمل أهداف هذه الجولة وهذا الموسم من هيرنانديز بتسديدة رائعة في الدقيقة 16 من زمن اللقاء، ثم من ركلة جزاء تمكن توتي من تسجيل هدف التعادل لفريق روما. فاصل قصير مشاهدينا الأعزاء، نواصل بعده الحديث عن أبرز ما جاء في هذا الديربي، ابقوا معنا.